القانون اللي طلعنا فيه لا يشبه أي قانون، لا كان بالشكل ولا كان بالمضمون. هكذا قدم وزير الداخلية والبلديات مروان شربل مشروع قانون الانتخاب الجديد للبنانيين، والقائم على النسبية بلوائح مفتوحة مكتملة وعلى تقسيم جديد للدوائر الانتخابية لم يحسم بعد. فكيف يقرأ وزير الداخلية السابق زياد بارود المشروع المقدم من شربل؟ أنا فعلا جدا مسرور أنه شوف الكم الهائل من الإصلاحات اللي كانت حالة مطلبية من 96 مرورا بعمل الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس. المشروع اللي أو المسودة إذا بدي أقول اللي سلمته إياها مع الوزير شربل بالتسلم والتسليم، شوف أنه كل هالأمور هيدي كانت جزء من المشروع اللي تقدم فيه، وهذا جيد. عندما يتحدث الوزير شربل ويقول هذا مشروع القانون لا يشبه بالشكل وبالمضمون أي مشروع قانون آخر، هل هو بذلك يتنكر لمشروع مسودة مشروع القانون يلي سلمته إياها، يلي ما كان عندك الفرصة أنك تسلمها لمجلس الوزراء فسلمته إياها؟ مبزن بدك تسألي للوزير شربل، أنا ما في أحكي عنه، بس ما بعتقد، بعرف أنه الحكم استمرارية وكلنا ناخد من بعض ومنكمل، ما حدا بيخترع الماء السخنة عن جديد. وعندما تسأل الوزير بارود عن انتقاداته المشروع يسجل مأخذا بشأن هيئة الإشراف على الانتخابات التي أبقاها شربل ضمن صلاحية وزير الداخلية. بقراءة أولية أنا بظن أنه منا بمعرض هيئة مستقلة بالكامل تأخذ على عاتقها إدارة الانتخابات، وقلت حتى أنا عم مارس مهامي كوزير داخلية بتمنى أكون آخر وزير يشرف على انتخابات ويدير انتخابات، لأنه أعتقد بقوة أنه هيئة مستقلة بالكامل عن كل الوزارات مش بس عن وزارة الداخلية هي اللي بتعطي الضمان الحقيقي للانتخابات. بس يقطع برأيك مع الوزير عند القوى السياسية؟ يعني عنده محطة أولى هي مجلس الوزراء، يلي بمتابعة بسيطة للإعلام وللصحف بتلاقي أنه ما في رأي واحد بشأنه. القوى السياسية منا جمعيات خيرية، القوى السياسية بتشتغل يعني بتشوف بقانون الانتخاب، بتبلش بالنتيجة وبترجع على القانون، مش بتبلش بالقانون بس هل سيكون هناك قانون تخرج به الحكومة إلى مجلس النواب أو منروح منرجع على الانتخابات بال2013 بذات القانون الموجود. سؤال. وبهذا السؤال يختم بارود حديثه غامزا من قناة القوى السياسية الراغبة بإبقاء قديم قانون الانتخاب على قدمه.